رمضان مبارك سعيد باش ما تمنيتو بالخير وبالتيسير وبفيض الرزق، والله يدوموا علينا وان شاء الله هذا العام يكون احسن من الاعوام اللي فاتوا. اول نهار صمتو في رمضان كنت في ابتدائي، كنت باقا صغيره يمكن، وقلا كنت في الثالث او لا في الثاني، ما بقيتش عاقله بالضبط شمن عام فيهم، مي تحدي المهم كان خصني بغيت نصوم مع الدار، بغيت نجرب داك الاحساس، والدار بقاو كيقولوا لي راه ما غتقديش على النهار، راه ما غتقديش على النهار، وانا داك التحدي ديال بانه هما كيقولوا لي ما تقديش على النهار، قلت لهم انا غادي نصوم وغادي نوريكم بان نقد. وفعلا صبحت صايمه وما فطرتش ومشيت زعما للمدرسه، ورجعت من رجعت مع 12 جاني الجوع، عييت صفرا وكرامتي فهمتيني بانه ما خصنيش نتحشم. في الاخر وانا لاشيت كليت، من كليت بديت كنبكي، انا تنعقل على راسي بديت كنبكي، قلت لهم بان انا بغيت، وداروا معايا داكشي ديال الدراري الصغار ديال وصافي نخيطوا لك هذا النهار مع نهار اخر وتولي عندك نهار واحد، وديك العقليه ديال الصغر، هذا هو النهار الاولاني انا عاقله على راسي صمت فيه نص صومه. بالنسبه لي يعني الحياه ديالي يعني عامه في رمضان، خصوصا هاد الاعوام اللي فاتوا باش بدا كيدخل رمضان مع الصيف، ما تنخرجش النهار كله، تنبقى في الدار، ديك ساعات الشهيوات كنبقى نخترع من راسي، كنبقى نبغي نجرب شي حوايج جداد، كنبقى نشهى وانا عيني كتاكل، انا اصلا عزيز عليا الماكله وكنتشهى وسيرتو تكون صايمه، دونك تنبقى نعاون ماما، تنصوبو الدار وكلشي، وكنتبع افلام ومسلسلات بحال الناس تيكونوا زوينين، كنتبع الانتاج المغربي، كنشوف شنو داروا هذا العام وهذه. في الليل طبعا مورا الصلاه ومورا التراويح مره كنخرجوا على برا مع الاصدقاء وكنبدلوا الجو، كنستمتعوا بداك اللحظات ديال يعني حتى السحور بحال اللي كنقولوا. صافي هذا هو السيستم، يعني بسيط جدا، ماشي شي حاجه مميزه. صراحة رمضان ما بقاش عنده كما كنا كنحسوا به ملي كنا صغار، انا يعني نهضر على راسي انا شخصيا، انا كنعقل بانه رمضان قبل من شهرين وانت كتشم ريحه ديال السفوف وريحه الشباكيه، وحنا براسنا انا الوالده كانت كتجيب مراه كتجلس تصوب لنا بالايامات والايامات داكشي ديال رمضان وهذه، ومع الاسف هادشي افتقدناه تنشوفه مؤخرا نظرا لكثره المشاغل وكثره الجري عليا نجري عليك، والدنيا ولات مزروبه، حتى شي واحد ما بقى عنده الوقت باش يدير شي حاجه ولا داك الجو، وكانوا الناس تيجيو تيذوقوا لبعضياتهم الجيران، انا عاقله كانت الجاره كتجي كتقول لك ذوق الصفوف ديالي وهذا كيقول لك ذوق الشباكيه. صراحه الله انا من الناس اللي تيبغيو دوك العلاقات العامه بحال هكا، كتيبغيو دوك داك التحن اللي يعني الحنان اللي كان بيناتنا ودوك الالتحام اللي كان بين الاسر المغربيه، كنتمنى بان يعني لا الجيل ديالنا ولا الجيل اللي مورانا يعاودوا يرجعوا داك الحراره اللي كانت كتجمعنا في علاقتنا. من بعد اغنيه عايشه حياتي درت اغنيه ديال عادي اللي هي من كلمات والحان رحال الوزاني، وغنصور ان شاء الله فيديو كليب، وفي نفس الوقت كنوجد الالبوم اللي ان شاء الله كنتسنى غير يفوت الصيف شويه وتفوت ديك الحفلات وسهرات ومهرجانات، وديك الساعات نطرحو نقدر نقول لك يعني في نوفمبر اكتوبر بحال هكاك، باش يعني كنحاول نزيد بشويه واخا كناخذ خطه يعني ثقيله، مي كنحاول نديرها يعني مثبته وتكون عندها ابعاد اللي ترجع ليا ايجابيا. تابعوا الاخبار ديالي على هيز فريس.